على الجانب الاخر مباراه تونس بقى وفرنسا، مباراه تونس وفرنسا مباراه شوط او شوط ونص للمنتخب التونسي كان يستطيع، او تحس ان المنتخب التونسي هو اللي لابس ازرق والمنتخب الفرنسي كانه حتى مش تونس اقل من المنتخب التونسي، لكن انا اقصد اقول انه المنتخب التونسي عمل مباراه على اعلى او 60 دقيقه على اعلى اعلى مستوى طبعا يا كابتن، سواء دفاعيا او هجوميا بالمناسبه. صح، لان انت انك تحجم حتى اللعيبه اللي موجودين حتى الموجودين دول حتى اللي موجودين لعيبه كبيره جدا. الفريق التونسي يعني كل خط نص فرنسا بالطول وبالعرض حقيقي. وانا برضو شايف ان نقطه الضعف اللي عند منتخب فرنسا كمنتخب مصنف جدا، يعني كمنتخب مصنف من الاوائل، هو خط النص. انا شايف ان خط النص بتاع فرنسا محتاج تدخل كده من ديشان بحيث يحمي بعض الفجوات اللي موجوده عند كامافينجا وعند تشواميني وعند بدايلهم بشكل عام. والنهارده كان ماتيو جندوزي بالذات في الشوط الاول انا ما كنتش شايف ان هو قادر يجاري اللعبه التونسيه على مستوى القوه البدنيه او على مستوى السرعه او على مستوى الاندفاع او على مستوى التكنيك حتى في المهارات في الشوط الاول. تونس دخلت الماتش بروح عاليه جدا، الهدف اللي جه في الدقيقه 6 حتى بعد ما اتلغى انا شايف ان هو زق تونس جدا لقدام، يعني صحيح شايف ان الجون البدري حتى لو اتلغى جون حلو، خلي بالك جون حلو جدا فينيش بتاع الغندالي. واحنا بنتكلم برضو بنحط احصائيات المباراه وايه اللي حصل في هذه المباراه اللي كانت بالمناسبه يعني بشوف ان نسب الاستحواذ ما اعرفش غريبه بالنسبه لي، كانت غريبه لما شفت نسبه الاستحواذ في اخر المباراه 64 بعد ما نزلوا اللعيبه بعد ما نزلوا جريزمان وديمبلي ومبابي الفرقه اختلفت خالص. يعني قد ايه ده كان 30 دقيقه بس هو كان ساعه ونص ساعه سوري. هي تونس من بعد ما سجلت الهدف بدات تسيب الكوره لفرنسا، يعني ده كان طبيعي لان فرنسا بعد ما برضو سجلت الهدف ماشي. ده طبيعي الكره التونسيه طبيعي. ده اسلوب الكره التونسيه. لكن في حاجه برضو مش محتاجين ان احنا ما نغفلهاش النهارده، احمد كان بيتكلم على بعض العناصر في منتخب فرنسا النهارده. ديشامب حط كامافينجا باك شمال، هو اوريدي عنده مشاكل في خط النص فهو حطه في باك شمال فزود مشاكل كامافينجا اكتر. حاجه كمان مهمه النهارده، فرنسا لعبت بالتشكيله البديله، الصف الثاني في منتخب فرنسا اعتقد بيغيب عنه الانسجام، فده كان مهم جدا النهارده لان انت بتلعب ب 11 لعيب ما لعبوش كتير مع بعض. لو ضفنا على كده كمان ان البطوله بتتلعب في الشتاء لاول مره صحيح. على فكره البطوله لما بتكون في الصيف بتبقى المنتخبات الاوروبيه اللي من نوعيه فرنسا عندها فرصه للاستعداد اطول، فده شيء كان مباغت شويه للمنتخبات الاوروبيه ان انت بتلعب في فتره الدوريات الاوروبيه لسه خلصانه من اسبوع 10 ايام بالكثير قوي ودخلت بتزود نسب الاصابات، فلما تلعب بالسكند تيم كمان هيبقى في عدم انسجام رهيب. اعتقد ده فرق النهارده مع تونس ووصلنا في الاخر ان احنا طلعنا بنتيجه تاريخيه ان فريق عربي يفوز على فرنسا بطله العالم. ما كملتش يعني قدر الله ما شاء فعل، بس في النهايه هو فوز تاريخي لازم التوانسه يفتخروا بيه لانه مش سهل ابدا ان انت تفوز على بس العرب بشكل عام. وده ثالث انتصار بالمناسبه لتونس في تاريخ كاس العالم، هي اللي اتصارت لحياتها قبل كده كان سنه 78 مع الارجنتين مع الكابتن القدير عبد المجيد شتالي الجيل الذهبي لتونس، هزموا المكسيك 3-1، والنسخه اللي فاتت هزموا بنما، كانوا الفرقتين للكونكاكاف. النهارده بيفوزوا على فريق اوروبي وبطل اوروبا وبطل العالم، اعتقد ده انجاز مش هيعدي سهل. يعني وهبي الخزري واحد من اللاعبين الكبار جدا مع المنتخب التونسي على الرغم من ان هو مش عارف اقولها ازاي، هو لعيب جامد جدا وكل حاجه ولكن ما تعرفش مش واخد حظه مثلا ولا انا مش فاهم. لا هو علشان ما يعني في اوقات بتحس ان هو عالي جدا جدا، يعني انا النهارده قاعد بتفرج بقول هو ده وهبي الخزري هو ده؟ لا ده هو كان يعني انا بتخيل انه بدايه وهبي الخزري كمان كانت اكتر بكتير، لو دلوقتي تقدم في السن يعني بنسبيا اعتقد 32 او 33 سنه. وهبي الخزري لما بدا يطلع وبدا يستدعى لتونس بعد ما لعب في كل الفئات السنيه لمنتخب فرنسا كان لعيب مهاري جدا، كان يعني ستايله شبيه بمحمد زيدان مثلا في مصر، بيرقص كتير وبيلعب كتير، ولكن تونس برضو عندها الحته المحليه شويه غالبه على تنجيم اللاعبين. فمثلا يوسف المساكني مثلا بنفضل نتذكره كواحد من اساطير الكره التونسيه لان هو ليه مرد اللي هو الترجي التونسي في الكره التونسيه. زبير بيا مثلا بيفضل الناس فاكره لان هو ليه مرد اللي هو النجم الساحلي الهادي برخيصه رحمه الله عليه، ان ليه مرد اللي هو الترجي فدي الاساطير اللي التوانسه زي عندنا مثلا اللاعب اللي بيطلع محترف بس ما مش من اهلي وزمالك على سبيل المثال دايما بنتذكره دايما. على اساس ان محمد صلاح مثلا مش حي لا طبعا، بس محمد صلاح بذل مجهود كبير جدا يا كابتن كسر لحد ما يكسب. والنني النني مثلا، بس النني النني انتماء اهلاوي يعني النني ارسنال ده ماشي يا سيدي النني اهلاوي في الاصل. الخزري بمناسبه الكلام لا بمناسبه الكلام على الخزري النهارده بقى هداف العرب في كاس العالم بثلاث اجوان بالتساوي مع السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري اللي هو سجل النهارده وبقى ثلاثه برضه. برافو عليك، بس في لعيبه تشوفهم تقول ان هم
وسامي جابر بالمناسبه برضو سامي وسالم الدوسري، اثنين سوريين وواحد تونسي. انا بتكلم على وهبي، لان وهبي بيقول لك النهارده هتشوف وهبي صح، خلاص خلص العالم كله تقريبا بيتكلم على وهبي الخزري، تخلص النهارده مش هتسمع عن وهبي لمده، لان هو ماشي لان هو محترف، مش هتسمع عنه يعني ما حدش هيسمع عنه حاجه لانه محترف، ما بيواجهش مثلا الانديه المصريه دايما فتسمع عنه في افريقيا، فتسمع عنه دي نقطه. النقطه الثانيه هو محترف دايما في الانديه المتوسطه في فرنسا، يعني هو دلوقتي في مونبلييه عامل مسيره كويسه جدا في مونبلييه، ما بيطلعلكش بارقام خارقه في مونبلييه، يعني هو بيجيب 10 تجوان في السنه، بيعمل 6 7 اسيست ومحافظ على ده، وده كويس في الكارير دلوقتي تقريبا داخل السنه ال 11 ليه مع منتخب تونس. وهبي الخزري لعب اول ماتش دولي ليه اعتقد 2011 2012 صحيح. فانت بتتكلم لما يتكتب في التاريخ ان ده احد اساطير منتخب تونس صحيح، ودايما موجود في البطولات ودايما بيأدي باقصى طاقه عنده، ولو حط على الوينج بيكون اهم عنصر، واتحط في راس الحربه بيكون اهم عنصر، بس هي نقطه المود احيانا بتفرق، يعني هو برده المود بتاعه شويه عصبي شويه في بعض الامور، ما بيتكلمش برضو عربي صرف صحيح. جدا فما بيطلعش في تصريحات كتير، مش مهتم جدا يعني بالفكره المحليه التونسيه، الفكره المحليه التونسيه مش شغلة قوي. هو كان حتى النهارده كان بيسلم على ديشان، لان هو دربه في منتخب فرنسا تحت 21 على في 2010 و2011، بيسلموا على بعض سلام حار يعني. حار يعني شويه بعد المباراه، فهو بالنسبه له كان اختيار منتخب تونس، كان اختيار للكارير اللي لو كان فعلا وهبي الخزري بالكواليتي دي راح منتخب فرنسا في الوقت ده ما كانش هيلاقي فرصه وسط كل الجيل ده، فاعتقد ان اختياره لتونس في الوقت ده كان اختيار يعني عشان راح هو عارف مصلحته، علشان ده الافضل فعلا في الوقت ده. حاتم بن عرفه كان اكبر منه حاجه بسيطه مثلا، وسام بن يدر تقريبا في نفس مرحلته العمريه واصغر منه، ما اختاروش تونس واختاروا يلعبوا في منتخب فرنسا، والكارير بتاعهم انتهى تماما على الصعيد الدولي، ما خدوش نفس الصيت الدولي اللي وهبي الخزري خده في تونس. دلوقتي احنا لما اتكلمنا في الرقم قلنا وهبي الخزري هداف العرب في المونديال، هداف كاس العالم، هدافين كاس العالم في المونديال بالظبط يا كابتن.